السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عسلامة، شنو أحوالكم؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله يا رب ديما تكونوا في صحة جيدة ونعمة أنتوما وعائلاتكم بفضل الله تعالى يا رب العالمين. مساء النور، باش نحكيو مع بعضنا شوية. وأنا اليوم داخل الكوجينة وأنا نعمة نحضر في الأكلة، أكلة صحيحة عن برشا ناس صعيبة، لكن بالنسبة اللي تعود عليه ما عادش صعيبة. أنا واحدة من الناس يعني مع كل مرة نعملها وتوا ما عادش عندي صعيبة، بكله بنة بتعرف بنة عالمية. هي أكلة شرقية تعودت عليها على غالب، ما نسيت ننسى كي نروح لتونس، والله سعيدة ونجيبة وهاجر وخديجة كلهم يحبوا عليها ويقولوا لي الأكلات هذوما متاع ورق العنب ومتاع الكوسة المحشية والكبة عمليهن، وخاطر يشوفوني اللي في داري نعمل. نروح لتونس كل شيء والله نتعطل، مع ياما ما نجيش للوقت ذاك ولا نجي وقت اللي تبدا، ما ثماش متوفر الحاجه هذيك. حاسيلو يسامحوني برشا، اليوم باش نوريهم شنو طيبت، لكن والله من تو من قبل نقول يسامحوني. بنينه بنينه بنينه، حكم تعليق قبل ما نطيبها منى بنينه، مازالت لا ذقتها ولا عملناها، اما هما خاطر شاهينا. ماكلتك ديما. حكم تعليق حاسيلو. اليوم ان شاء الله باش نطيبوا معانا بعضنا كوسه محشيه بفواح تونسي، لمسة تونسية لغالب، احنا لازم نحطوا فيها لمسة تونسية، خاطر كي نحط فيها فواحات غير عادية مثلا ولادي ينكروها، ولذا كي تبدا فواحات داخلة في الفواح التونسي وسبايسي وكل شيء معناها حارة شوية ياكلوه يشفق عليها الأولاد. وأنا نحشي نقاور معاكم الكوسة طريقتها وكل شيء، إن شاء الله هكا نحكي موضوع صغير كمالة، هو حاجة صغيرة وأنا بالمرة نبدا نقد في الكوسة، يعني ما نعطلكمش معايا، تنساونيش من لايك، نحبكم برشا. يلا ندخل مع بعضنا من الكوجينة، استعدوا. باهي، جابت لي سمي الكوسة، لكن أنا قبل ما نبدا نقاور في الكوسة قدامكم باش نغسلها وبعد قعورها، أنتم قاعدين تتفرجوا، وأنا باش نشكر أول حاجة الناس اللي تفاعلت برشا 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 مع حالة الرضيع. ولد عبد السلام، هذا اللي حطيت لكم رقم تليفونه والفيديو نتاع البارح، ما شاء الله يعني صحيح ما جابليش فيديوهات، لكن مجرد الكعبات نتاعنا اللي يتفرجوا فيا من اصحابي ومن احبابي ومن عزيز عليا تفاعلوا برشا، واللي فما اللي جاوني في الخاص وفما نعرفهم اللي ماشيين غادي غادي يعني من غير ما يلتجؤوا لي، خاطرنا ديجا حطيت رقم تليفونه غاديك. بالنسبه للناس تسالني كيفاش يتصلوا بيه، هو عندي انا عطيتكم الرقم، انتوما اللي باش يعاونوا مبلغ مثلا محترم شويه تنجموا تبعثوها لي عن طريق الماندا في تونس، احنا يقبلوا الماندات من برا تعرفوه الويسترنون. بالنسبه للناس اللي ما تنجمش تدفع الا دينار برك ولا 2000، شوف انت بطبيعه الحال مش باش تبعث له ماندا ب 2000، انت باش تحاول تشوف الناس اللي عندك، الجيران، مراه راجعه بالقضيه نتاعها اكيد تلقى عندها صرف حتى 500 تعطيهم لك صدق فيها الشهر الفضيل، راجل مروح من القهوه، مروح من القضيه زاد هو مروح من الخدمه، اكيد تبدا عنده صرف، يعني معناها نحكي على جيرانك واخواتك وفاميلتك والناس الكل اللي بحذاك، كي تدور عليهم كل واحد يعطي دينار دينار، واللي ما عندهاش تعطي 500 ولا حتى 250، انت كي تلمدوا لك في يدك بانك انت مسؤوله وتكلفت انك باش تعطي لهالوليد هذايا حق دبو زدوي. التسعين يتلموا ب 90 عائله ولا اكثر، المهم تتلم اكثر 90 ل 100 دولار، انت متكلفه انك تبعث تكلمه يعطيك هو العنوان او يعطيك اسمه بالكامل، خاطر ماندا متسحق ظهر لي تسحق العنوان، يا 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 اكيد، فيعطيكم هو العنوان والماند والاسم كامل وتبعثوا هالو عن طريق الماند، يمشي هو ياخذها بالمحمديه ولا سبالة الشيخ، نتصور خاطر قريبه سبالة الشيخ المحمدي، فهو تو يعطيكم معلومه كامله. بالنسبه للبر اكيد اللي يحب يعاون راح يرحم والدي، وتو قاعدين يسعاو البنات يعطيهم الصح وربي يجازيهم كل خير، وانا مش باش نذكرهم مش باش نذكرهم خاطر علاش، هم حتى وحده تحب تعمل اللي في سبيل الله من غير اسامي، فهمت؟ ف باش يشريوا ويحاولوا مازالوا تو يحاولوا باش يشريوا الدواء الحليب، تو بعد نحكيوا عليه، الدواء اللي باش يشريوه مازال ما تحصلوش عليه، إذا كان تحصلوا على الدواء باش يشريوا دواء يبعثوهم في ماندا على البوسطة باسم الراجل هذايا، وإذا كان ما نجموش يشريوا دواء من فرنسا ولا من أوروبا راهم باش يبعثوا مبلغ، خاطر هو قاعد مسكين يجري ويلها تدم السبيطارات، والسبيطارات قايمين بالواجب نتاعهم باش يشريوا له يوفروا له الدواء. ونعاود ونقول اللي ناوي باش يعطي يعطي،
واللي ناوي مش يعطي ما حتى واحد ما يسألك الا رب العالمين، يعني هو اللي عالم بيك باش تعطي ولا ما تعطيش. ولذا اللي ناوي باش تعطي ما تتردوش، خاطر راهو الوليد في حاله حرجه جدا ومحتاج لكم على الاخر على الاخر الارخ. ربي يجعله في ان شاء الله في ميزان حسناتكم ويرحم والديكم. باهي نرجع للكوسه نتاعنا. الكوسه نتاعنا انا جابت لي سميه من عند الباشا وقعورتها بالطريقه هذه، انا خذيت عليه خبره تو ما عادش تغلبني، كنت قبل نقبها ديريكت تو ما شاء الله وليت بارعه. الحشو القلب نتاع الكوسه تنجموا تعملوا اومليت، تنجموا تعملوا مرقه، انا من انا اليوم مش باش نستعمل، نحيت شويه برك حاجتي به. هذا هو الكوسه ما شاء الله حليلتها ومعناها مريقله وقلبها فارغ، قد من نشوف واحده سمينه شويه من داخل نزيد نحيلها باش نحبها كلها لحمه، ولادي يحبوها باللحمه وشويه روز وفيها طبعا معدنوس تشوفهم بعد كيفاش. وتوا باش نتعداو للمرحله بعدها ونشوف المكونات نتاع الوصفه نتاعنا اليوم. انا لهنا عملت الروز رنخته عنده ساعه ومازال بكري، انا مازلت ما نحضر الساعه تو في الحاجات، خليته في الماء ماء دافي باش ما يطيبش ويقعدش برشا ويشرب لي برشا، ياخذ لي برشا مساحه في كعبه الكوسه، فهمتوا؟ هذه راس ونص بصل باش نذبلها، تو نوريكم طريقه باش نطيب الصوص. بطبيعه الحال عندي كعبات ثلاثه كعبات طماطم باش نخلطهم، وباش نخلط معاهم عندي مرقه طيبت دجاج ونحيت المرقه على جنب نوريها لكم. هذه كما قلت من قبيله باش ان شاء الله نفرشها اللوطه في الطبق نتاع خاطرش نطيب في الفول. هذايا معدنوس وكزبره وشويه شبت، ما عنديش برشا تبنن برشا. باهي هذايا هرست لهنا الثوم والتابلو كرويه لاني نحتاجو، هذوما هنا كعبات الكوسه حاضرين، لكن انا عملت فيهم التقشيره هذيا وخليت كعبه باش نوريها لكم، خاطر التقشيره هذيك كي يبدا فما وسخ ولا حاجه في كعبه الكوسه من برا في القشره تتنحي زيد تولي زي وهي تولي شبابه اصلا كي تنحي لها القشره هذيا جويده. هاك شوف ما هذيا اللي عامل شارب هذيا كي نتاع سكينه الخبز، هاك نحيها جويده ماش برشا. شفتوها؟ انا كل شيء باش نحضره تو معاكم خطوه بخطوه. باهي اهو تو هذوما صيي اهو باش نطيبها في الفور، على خاطر علاش باش نوقفهم هكا في الطنجره ونطيبهم البرا، بتجي كعبه طويله وكعبه قصيره. كان حطيت لهنا هذه تقعد نيه، وكان عبيت هذه باش تعب وتمسط برشا، فهمتوا؟ خاطر الا غالب هذاك ما عندنا، ما همش متعادلين في المعتدلين في الكعبه اهو، فباش نولي باش نعملهم في الفور. باهي تو باش نمشي نشللهم ونخليهم يتسقطوا مادام انا حضرت الصوص اللي باش نطيبها باش نطيب فيها الكعبات نتاع الكوسه. باهي انا هنا حبيت نوريكم بركه. هذه طيبت الدجاج وفوحت تفاحه ازعر، كاين دجاج روتي فهمت، كاين دجاج ازعر شوربه زعره، ومن بعد نحي نصفي الفاحه لخاطر باش فيه برشا فيها باش ما نحبوش يظهر في الكوسه مع الكوسه، فهمت؟ هذه باش ناخذ منه شويه اهو. استنى خلينا نهز هذه، هذه باش ناخذ منه هو زوز كيسان، اما اذا كان ناقص تنجم تزيدو بالماء العادة الطبيعي نتاعو. فاش باش نعمل هنا باش نزيدو، خاطر انا حاجتي بالطماطم. بسم الله مشكلة باه ميسيلش انا منه ولا من بعد شنو عسيل، مش باش نعبيه الكل باش نخليه شوية بركة. شنو باش نعمل؟ باش نحط من بعد باش نخلطها، ومن بعد ان شاء الله كي نطيب الصوص نتاع اللي باش نطيب به الكوسه تو نفوحها، تو باش نخلطها مع بعضها باش تولي عندنا الصوص نتاع الطماطم، وهذا اكيد باش نضيفوه من بعد راهو اكيد حاجتنا به، وذاك يستحقنا اكثر نحطه اكثر. وردوا بالنا على الملح. الصوص نتاعنا تاع الطماطم الفريش حضرت،
بيضه بتبيعت الحاله حتى طماطم ماهيش حمراء برشا بطبيعي، فما اكيد في تونس تعطيكم اكثر لون حموره من هذه، خاطر طماطمنا اكلي باهته ماهيش حمراء حمراء باهي مش مشكل. انا من بعد نعمل لها شويه فحات وشويه فلفل زينه تو تشوفوا مع بعضنا وتحمر شويه اكثر من هذا باهي. نمشيو نحضر البقيه ونرجع لكم ان شاء الله على الغاز. وتوا دخلنا الكوجينه عشان خديت شويه زيت ومعاها البصل اللي قلت لكم عليه تقريبا راس ونص. وهذا اللحم عندنا حلال هاكا باش الناس برشا تسالني 454 جرام، يعني 450 جرام لحم مفروض ما فيش برشا شحم هذايا حسيلو. بعد ما ذبلتك البصل هذاك اللي تقريبا تكرمل هاكا مش ذبلته برك خليته كسهيت عليه شوي. المهم حطيت اللحم المفروض ونخلطه حتى لين يولي بالطريقه هذه، وهو اصلا يقر الماء نتاعو وقتها باش نفوحه. حطيت ثوم وتابلو كرويه وحطيت فلفل زينه فلفل الاحمر وحطيت ملح بطبيعه الحال وخلطتهم مع بعضهم الكل وخليتهم طابوا. هنا طبعا هو سايب الماء نتاعو اكيد لكن انا مش خليه يتصفى على الاخر، بعد ما يبقى فيه شويه اوكي صفيتها على مصفى والزيت نتاعو باش نطيب بيه الصوص نتاع اللي باش نطيب بها الكوسه اليوم. الصوص نتاعنا هنا راس صغير بصل حطيت عليه زاده كالعاده ثوم مهم جدا في الوصفه نتاعنا اليوم، وانا نحب نستعمل برشا ثوم كما صحابات الكوجين الكل. قليتهم شويه في الزيت باش يعطوا نكهه وسايبوا نكهه وريحه محلاه، وفعلا بالحق الثوم والبصل كي يتقليو معناها انا نحط هنا التابل علاش على خاطر ما يتهرسليش، ما يهرس الزغرون والله نبدا نجري في جرته الكعبه تتنطر من 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 المهرس، ولذا هذاك علاش انا نحط ديما ثوم الاولاني. هنا كعبه طماطم اللي انا رحيتهم ثلاثة بركة كعبات طماطم، ما حطيتش ما فاح ولا حط شيء فيهم ولا ملح ولا حط شيء، كان شوية الماء نتاع المرقة اللي طيبت به الدجاج هذيك ديما نخليها، كان نبدا حاجتي نغلي الدجاج نخلي نعطيه للصغار ياكلوا ولا أنا ولا اللي هو المرقة نستعمل حسيلو. زدت عليها أنا توا لهنا شوية فلفل زينة شوية ملح، وطبعا هذوما ضروري واحد يرد باله على الملح ديما نوصيه، وهنا الثوم المطحون لازم منه ذاك ما نجمش نستغل بالرغم نحط الاخضر لكن لابد اني نعاود نحط الملح. به هذوما مغرفه طماطم مغرفه معناها صغيره مش شكل كبيره برشا طماطم باش يعطيها لون احمر، خاطر الطماطم تاعنا كيما قلت لكم باهت شويه شوفوا اللون نتاعها حلو برشا ويكفي باش نعملوها للمرقه ونطيبوا بها الماكله. ومن بعد خليناها تبرد، كي جينا بعد ما كملت انا الصوص جيت نلقى اللحم مفروم بارد وخذيت الطبق اللي انا باش نطيب فيها الكوسه. هنا عندنا حطيت ربطه اللي قلت لكم عليه شويه معدنوس شويه 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 مع الروز شويه شبتيه شويه كزبره وشويه معدنوس اخضر طريفه طريفه هذاك اللي عندي ولكن يكفيني. وهنا الروز حطيت ما يكفي ما حطيتش برشا، هاكم تشوفوا كيفاش اللحم غالب الروز، هذا عينك ميزانك اللحم غالب الروز بالضبط باش ما تجيكش برشا كاينك تاكل في الروز. هنا حطيت شويه كمون شويه تابلو كرويه وشويه ثوم بودر. وعليكم السلام. وهنا حطيت نعناع ناشف وحطيت الهريسه العربي باش تجينا محرحره شويه. عودت شويه على خاطر مهم جدا ان واحد يفوح بالنعناع في الوصفه هذه. وحطيت معاه الكمون ليونها تعرفها وين تعمل هاي الداخل شوف حسيلو. نخلطهم بالكدا حسيلو خلطته وطو باش نبدا نعمل نحشيهم يا ربي نحشي الكوسه بعد ما لقيت انا قعدت نضحك على ليان سيت شوي. المهم حسيلو كيما العاده سهله برشا والله العظيم كي تتعود على يدك لا في التقعويره تجي صعيبه ولا زادها الحشو نتاعها وعملها بالطريقه اللي انت والفاح اللي تحب عليه انت. هذه طريقه تونسيه هي صحيح انها خلي شرقيه الكوسه ومصريين وسوريين واخواننا كلهم يقدوا فيها لكن انا عملتها وفوحتها بفاح تونسي يعني ما طيب مشيت براسي من غير ما شفت الوصفه ولا حاجه، لكن طبعا كوسه قعدتها تعلمتها عليهم هما فهمت حسيلو. عملتها جاو بالضبط انا ما حبيت نعملها في شقاله وكل شيء لكن الكوسه خشينه فاحسن حاجه والله، وتو تشوفوها كيفاش جات في الاخر
يعني طابت كعبه بحت الكعبه ما تفلقتش الكعبه. وعلى فكره كي يبدا الروز ني راه مش مغسول بركه، راهو يكبر ياسر في الكعبه وتسمين وتتغالكم على اللحم تولي كانك تاكل في روز. انا بالنسبه لي انا رنختها يمكن ساعتين وقسقطرتها من الماء وباش ينقص منها النشويات زاده، ومن بعد كي جيت نعمل فيها كي جيت نحشي فيها معناها جات معناها روعه، مش جات بالضبط. هنا الصوص نتاعنا طبعا اكل عملناها، منى بنتي هنا تذوق فيها على الملح، قال لك عجبتها برشا الحشوه هي نيه، صحيح اللحم طيبته اما مش به ني، نقول لكم ما تعملوش اللحم ني، طيب وكل شيء كما طريقتي انا تجيكم سهل وتجيكم حلوه وحاجه روعه. هنا زدته خاطر لقيته ناقص شويه صوص، وطبعا الكوسه لازمها تطيب في الفور، فزدته الماء مغلي، غليته الماء. هنا مع الغرب ما تقولوش صحي مره اخرى نعاودها، لازم يتغطى، لازم يتغطى باش يعرق شوي وبعديك نعريه ونحطوه في الفور هنا متغطي. هنا نسيت حاجه، هنا انا مهرسه شويه ثوم، وهي نكهه يعني طرفه الثوم اللي نحطوها هذيا في الاخر راهي تعطي نكهه ني الثوم، نكهه مش نقول لكم لا استغناء عليها، وجربوا وتو تشوفوا كيفاش. هكا وكملت حطيتهم وتغطيتهم وباش نحطهم في الفور الغاز معناها 400 كيما نطيب الخبزه. ما شاء الله لو حطيت نحيته الالمنيوم اللي كان متغطي بيه باش اخليه يشرب شويه ويحمر من فوق شويه زيد. ميناها وكيني طابت وديجا طابت حمرت عليها من فوق خاطرين هكا وطوطت عليها. بسم الله ما شاء الله. انا جوعت انا بصراحه. ريحه جوع موني. اي نستنى فيها جعانه. أنا حطيت لها خليها تجي عسل بسم الله بسم الله حطيتها في الطبق باش تعاوني على الهزين الطبق هذا اللي نتاع الفوق. المهم يا سلام سخون سخون يا سلام يا سلام على الريحة على الريحة اللي هي نقول لكم شي تنقرب لكم الكاميرا هاي باش نذوقوا أنا وموناء. بسم الله نحي انا طوى كعبه نذوقها انا وموني. بسم الله طيبه مش نقول لكم. من بعد يعني نجيب ملعقه مغرفه ونعمل شويه صوص فيها شويه صوص باش الكعبه تجينا بنينه. خلي لهنا باش نقسمها في الزوج. ما شاء الله طاب زبده زبده يا اخواننا زبده شفتوا هكا زبده وطايبه ما شاء الله باش واحد ما يكسرهاش ما نحبش نكسرها هكا وتعمل لها هكا بال معش الكاميرا فيها وهو الضو لكن واحده سخونه زاد ما نجمش ناكلها تو لا انا ولا موني يا سخونه بالحق سخونه انا واحده بالناس ما شاء الله خاطر فيها على الطريقة التونسية الفاح نتاعها وزيد حاطة فيها النعناع كاينو عصبين ريحة عصبين. أما هي نأكد لكم هاو مازلنا ما ذقناهاش لكن نأكد لكم اللي هي بنينة على الآخر بنينة وطايبة. شوف كيفاش طايبة ها تو هاكا طايبة بالقدا زادا ان شاء الله ما تكونش سخونه برشا باش نذوق انا واحد نذوق نقول لك شي على البنة. اي لاف ات يا نايس يعطيك الصحة ثانك يو شهوة الواحد هكا عملت شهوة ماهيش من طبيعتنا احنا نعملوا ياسر الكوسة لكن الكوسة المحشية خاصة لكن عملتها وديما نعمل فيها مش اول مره. انا سخونه ما نجمش تكفي انا كفايه نم 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 صحه وبالشفاء صحه وبالشفاء بالحق سخونه بركه ما تتاكلش توا سخونه لكن صراحه حاجه والله وهيلثي زاده الحمد لله اي صحيه صحيه حتى الروز لو فيها شويه بكل وزيد انا مره نخدته في الماء معناه كملنا خرجناه الكوسه كيما شفتوا ذقناها انا ومنى روعه والريحه ما نقولكش ما قالتش بنينه
حب قلت لك مره حكمت عليه خاطر انا عملتها له قبل، ولكن صدقوني اللي بكل صدق وللامانه والله ما جاتش ابان من المره هذه. يعني المره هذه وحدها في البن طريقتها، خاطر انا متعوده نعملها في طنجره فوق الغاز، لكن المره هذه كيما شفتوا عملتها في الفور، خاطر الكعبه كعبه خشينه وكعبه جويده، قلت يا خلينا نعملها في الفور تجيني احسن. وشفت في الطرق في اليوتيوب عاملينها في الفور، برافو. فانا عملتها بالطريقه هذه الحمد لله، عجبت توا منال لهنا، لكن ان شاء الله سميه هذيك متروح من الخدمه قريب دخلت من البيت، شو الريحه كاك البتيت صاد برك على البنيات حسين. بالحق جربوها عندكم الكوسه، عندكم القراع التونسي الاخضر ديجا، حاولوا باش تختاروه يشبه هكا في الكوب، يبدا متوازي يشبه لبعضه، ما كانش الفور يحكم في الفور اصح، والله هكا طريقتي هذه احسن في الفور، وانت متهنيه تغطيها وتحطها في الفور وتطيب لك، معناها حكيت ساعة وربع انا طابت لي انت والفور نتاعك، خاطر انا الفور نتاعي نحطه سخون على 400، يعني كاين باش نطيب الخبز نحطه سخون، كي نطيب حاجة في الفور نتاع ماكلة خضرة محشية ولا حاجة راهو نحطها عالية ديما كيكة. وبعديك حليت انا 5 دقائق والاقل يا بنتي 3 دقائق ولا 2 دقائق من فوق حليتهم باش حمرت، وعطاتك اللقة في الكوسة كما شفتوها. يلا ان شاء الله نقول لكم شيء طيبه، الناس كله سامحوني الناس الصايمين وشافوها قولها راهو تبعوا الخطوات، والله سهله وبنينه بنينه بنينه ما نقول لكمش عليها، تهبل شيء طيبه. ما تنسونيش امان من الدعاء انا وبنياتي وليدي، كما انا ما ننساش الناس الكل، ما تنسونيش من الدعاء، ربي يفضلكم. ونختم بالصلاه على النبي مع بعضنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.